كلامه مفهوم عشان الرسالة تصل. لكن زوركم ده أنا ذاتي والله ما أكتر حاجة أقدر واحد قاعد يتكلم، لكن هو قال الناطق الرسمي باسم العرب أكتر حاجة بكتب بنزل بوستيات، لكن كلام كده لأنه أي ذول بيأكل حرف الراء ولا بيأكل ها والله جاي ما شايفين يا جماعة، والله أنا يعني أفتكر إنه الموضوع ده والله يعني موضوع خطير جدا، وذاته ما يقدر يجاوب على المواضيع دي، المواضيع دي كلها معروفة وبتاعه، والسودان ده لازم شنو يتناقش من جذور العزيمة، جذور العزيمة السودانية دي لازم تتناقش وبعد ذاك عشان نقدر نوصل لحلول. أيوة ونحن مع الشالي، الحلول دي لازم تكون حلول جذرية، يعني جذرية ما ممكن يمسكوا لنا أنصاف الحلول، أنصاف الحلول دي ما بتنفع، لازم الحلول تكون جذرية، لأنه الكلام ده كده ما بودينا لبل الأمان. ما في زول يعني ما عنده لكنة زي دي، أنا ما عندي ده خلقة ربانية، لكن ما تكون أنت الناطق الرسمي باسم الحركة، لأنه رسالتك كده ما بتصل، لازم يصير لسانك يكون طويل، انت دول بتاعت لايفات لازم لسانك يكون طويل، لو ما بقى طويل ما تشغل لايف ساكت، شير ساكت يا دول. خلينا فرد. طيب البرهان، خلونا في البرهان. البرهان قال الدعم السريع قانونه وهو ماشي بامرة قوات الشعب المسلم. ودكتور ناجي مصطفى هو طبعا معروف قوس ونتن وعفن، لكن كمان شنو؟ قال هو داير يفتش القانون ده موجود وين؟ كويس؟ عرفت كلامي؟ كده اسمع كلام البرهان ده، الجماعه قاعد يضحكوا بس. خمونا ساكت بالخلاخ، كلام فرخ ساكت. الناس يتحدثوا عن تنافس بين الدعم السريع او بين القوات المسلحه، لا يوجد تنافس بين الدعم السريع والقوات المسلحه، الاثنين جسم واحد من نظام القوات المسلحة، وكل متأمل أو قاري لقانون الدعم السريع أول فقرة فيه الدعم السريع قوات نظامية تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وده كافي لأن القوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة وبتأتمر بإمرة القوات المسلحة. الآن كل ما يسار من هذه. طيب الزول ده قال الله ناي، نكرره تاني اسمه الكلام ده. الناس يتحدثوا عن تنافس بين الدعم السريع او بين القوات المسلحه، لا يوجد تنافس بين الدعم السريع والقوات المسلحه، الاثنين جسم واحد من نظام القوات المسلحه، وكل متامل او قاري لقانون الدعم السريع اول فقره فيه الدعم السريع قوات نظاميه تتبع للقوات المسلحه وتعمل تحت امره القائد العام للقوات المسلحه، وده كافي لانه القوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحه وبتاتمر بامره القوات المسلحه. الان كل ما يسار من هذه. طيب قال بتعمل بإمرة قوات الشعب المسلح، وهي القانون قوات قانون قوات الشعب المسلح، يعني هي لما انفات ضرب كريني معناته انت قلت لهم اضربه، يعني بتعمل بإمرة قوات الشعب المسلح، وقانونهم قانون بتاعت قوات الشعب المسلح. طيب اجيب لك واحد كوس نتن زيك انت يرد عليك، بس يا هدى رد عليه يا ناجي، رد عليه بس، رد عليه. أن أسأل السودانيين وأسأل رئيس مجلس السيادة السؤال الآن، قوات الدعم السريع قوات منشأة بموجب القانون، وهذا القانون أجازته الأحزاب السياسية التي تعارض هذه القوات اليوم وتصفها بأنها جندوب، هذا القانون يصبح هذه القوات القوات المسلحة. أنا أسأل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السؤال الواحد، هل يستطيع القائد العام للقوات المسلحة أن يطيل قائد قوات الدعم السريع؟ هل يستطيع بموجب القانون أن يطيل قائد قوات الدعم السريع وأن يعين مكانه قائدا آخر من القوات المسلحة أو من قوات الدعم السريع؟ وضمن هذا السؤال، أين هو قانون تكوين قوات الدعم السريع؟ هذا القانون أنا لم أجده، بحثت عنه سنين عددا لا اجد، ليس موجودا في اي موقع، ولا في موقع وزاره العدل، ولا في موقع القضائيه، لا ادري اين هو. انا اسال اين نسخه هذا القانون لاعرف كم يجوز لرئيس قوات الدعم السريع ان يظل رئيسا عليه. هذه اسئله قانونيه ليست تجريميه. انا اسال هذه الاسئله لنتعلم جميعا ان حقوقا لا ينبغي ان تكون مسلوبه. رد من دقنه وافتله، قال له انا ده فتشته في اي موقع، وفي دوابين الحكومه دي
فتشتها انا ما لقيتها. ويحق لي قائد الدعم السريع قلت زمن وكم القانون ده ما بديك زمن انت تكون نايب ها تحكم في جزء معين كم وحل ما في ضباط كثير قد يهيلهم للمعاش ها يحولهم من محلاتهم من كتائبهم من الالويه من السرايا حقهم وهو تابع للسلاح المطفئي يودوا المدرات يودوا المشاه يودوا المهندسين يودوا الطيران يودوا البحريه يحولوه. وين القانون ده قال لي شهد شاهد من اهلها ده كوس وده كوس البرهان البرهان طبعا داير يحموه داير يحميه والجنجويت الرباطي والشعب السوداني ما بقبل الكلام ده لانه هسه البنيه القبيله انا جبته لكم البنيه البكت وقاموا حددوه بالسلاح دي كل الناس هسه شافوها هنا في اللايف والشماليين ما بقبلوا في عروضهم وعندهم سلاح ومخططين انه يوم التكتم ده علي الايمان بنسف حاجه اسمه جنجويتي ده علي الايمان بدرشوا لك باكلوا كبدته. يا صاحبي موضوع بتاع الاوروبا ده فينش انتهى وما تفتكروا الناس القاعدين في الشمال كلهم يعني عربيه على فكره في المحس وفي الزكوت وفي الحلفاوين وفي الدناقله وفي المصوره في ناس كثير جدا هناك لكن انتم تعرفون تقولوا ديلك كلهم عربيه على حسب اللون والشعر كده لكن لا لابدي اللم فوق راي هناك برضه وما بقبلوا ما بقبلوا موضوع بتاع الاراضي المحروقه التامه في جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور والاغتصاب الموجود والتهديد بتاع بناتهم والقتل والقمع دي ما بقبلوها وما تفتكروا الناس دي بقيفوا معاكم على الاطلاق لا 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 لا, لا. حتى مش بني اممتي هناك ما في لانه اصلا ما معترفين بيك لانه انت جزء من السودان واتمردت او مثلا انت بقيت جنجويتي لا هم بعرفوك انك انت ما تنتمي للسودان وجابوك من غرب افريقيا وجابوك كمرتزق ومشيت اليمن مرتزق وحتى اليمنيين يعرفوا الكلام ده ما في بني اممتي بني اممتي انا اديك ابعد من كده بني اممتي بني اممتي تخليها على جنبها لو اخوك ذاته داير يختصف مرتك بتقبله ما بتقبله ما بتدي طلقه في شفتها في جمجمته لما يتفقع اثنين ولا ما كده يا صاحبي عشان موضوع بتاعت امومتي وبني بتيخ وعربيه وده ده اطلع من الليب ده انت اذا كان انت يعني تشدخ بالاوروبا وتفتكر انه جزء من الشماليين هناك ديلك اهلك انت كجنجويت رباطي كمستعرب كده قتلتهم ليه طيب فضيت بهم القياده ليه كان رحمتهم ضربتهم هناك في فضل الاعتصام ده ما شماليين قاعدين كثير لو كان انت عربيه وهم عربيه ما كان تحترم الأوروبا كده الدم بينكم وبينكم وبين الناس الشماليين القاعدين موجودين هناك وليه جداتهم في النيل وليه يوم قاعدين تقتلوا منهم في المظاهرات وليه قاعدين تدقوهم وليه قاعدين تختصبوا بناتهم إذا كان أنت وبناتنا نحن بتشوفوهم إنه نحن ياخد الأنبايات وعبيد والكلام الفارغ ده وبتايب ديرك وإنتوا قاعدين تقولوا تشرفوا ونحن عرب وبتيخ وطماطم ديرك أخوانكم طيب باسم الأوروبا ليه تغتصب المرأة العربية الموجودة في الشمال فإنني لا أرى مثل هذا الكلاب على ما يبدو شفت الشفرة دي كيف؟ شفرة وسخة جدا بيزيل لقط كتير في المحل ده ما سؤال أنا بسأل أيام قنفور أنا بسألك سؤال أنت عربية صح؟ ناخد بكلامك سميناك عربي جدلا وتنزلا ديلك شماليين جزء منهم عربية وانت عربية فلماذا قتلت العربية يعني ها طيب لو انت عربي هم بتيخ وكلكم طماطم ليه ناظر أمم الرزيقات يجي يحدد الشماليين ليه ما حدد الغرابة هناك في الخرطوم ولا حدد النوبة حدد الشمالين وقال له الخرطوم دي نطوية يعني النطوية دي شنو يعني وليه أمك ده ليه أمك الجنجويت الرباطي ده قام حدد الشمالين قال لهم يا أخي يعني البلد ده يكون فيها دم ها ما هو ده أبو جنبيت ده نكرر لكم تاني عشان نختم اللايف يا جماعة معلش للجري يعني جريتكم يا جماعة يو بي اف نعفزوا لقيل أدبه تقيل ادبك بدكك بديك شلوت اوعك 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 يا هو ده لو انت مثلا عربية وفي واحد شمالي عربية فكيف تقول ان احنا نسفك دماء
يهودا نكرر لكم تعالى اللواء خالد. طيب خلال تنقلكم في العاصمه والأمدرمان هنا هل انت قابلكم صعاب او قابلكم اي انتقادات او تفاعل الشارع معكم كيف كانت؟ والله تفاعل الشارع كويس لانه ما شفنا اي تفاعل يعني صعب ولا نشيف. نحن نقدم خدمه للشعب السوداني، ما جينا عشان نلعب ليدو ولا نقعد شيء ثاني، نحن جينا من اجل الشعب السوداني. وبكره لو ما تتحقق امور الشعب السوداني هنطلع المرفعين نقرته ما عرفنا ليه نطلع بلادنا. طيب حتطلعوا برا الخرطوم ولا حتكونوا؟ لا هنطلع، نحن لما نطلع ما نطلع براي مساجد، ونحن بدل بعد الان ما نرفع سلاح ضد المواطن السوداني. حتكونوا ترس يعني الاتجاه اللي ما داري حق رغبه السوداني. نكونوا مش ترس، نكون عديل. دقيقه النقطه دي مش ترس بس براي مساجد، ونحن بدل بعد الان ما نرفع سلاح ضد المواطن السوداني. حتكونوا ترس يعني الاتجاه اللي ما داري حق رغبه السوداني. نكونوا مش ترس، نكونوا سفك دماء عديل. مش ترس بس نكون سفك دماء عديل. زول المداري حقك. ايوه نكون سفك دماء عديل. قال لك سفك دماء، لم نكون ترس، نكون سفك دماء. تهديد بالجحيم والوعيد.